من احلى العربيات المتعدله اللي هي ما يبانش فيها التعديلات. اه والله زي ما بقول لك كده، ان العربيه تبقى ماشيه انت مش شايف فيها اي حاجه، الا لو واحد بيفهم قوي قوي في العربيات وسمع صوت كده ما عجبوش او شاف حاجه خليته تشك ان العربيه دي فيها حاجه. ده اللي حصل معايا من يومين لما شفت العربيه دي وقابلت صاحبها وانا ماشي جنبه على الطريق، لان انا شفتها قبلها باسبوع، شفتها بوشها، وشها خلاني اشوف فيها حاجه، حاجه غريبه خلتني اتاكد بنسبه مليون في الميه ان العربيه دي بروجكت. وفعلا فعلا العربيات الكمان دي يا جماعه هي من احلى العربيات اللي انت ممكن تقابلها، ومن احلى العربيات اللي انت ممكن تجري معاها، اللي هي هتفاجئك يعني. انت تبقى ماشي جنبه وتلاقي في فتحه التوربينه مع الفرق اللي بيحصل، العربيه سايلنت حرفيا، العربيات تحس انت بتجري مع عربيه كهرباء، والبلو اوف مع التوربينه هتلاقي حاجه بتسحب كده جنبك. وده اللي حصل معايا بصراحه من كام يوم. كمان الاغرب انها مع عربيه اودي. انا عن نفسي انا كمحمد هي ممكن تكون اتعملت قبل كده، بس انا عمري ما شفتها معموله قبل كده، وما افتكرش ان في حد عملها، بس ممكن يعني خلينا ايه ما نعممش ان احنا مش عارفين يعني. ما كنت انا اتفاجئت في دي، فممكن فعلا يكون في حد عملها قبل كده. خليني كده اوريكم حاجه بسيطه عن وش العربيه دي، واللي خلاني اشك ان العربيه دي عليها هي اوريدي خلاص احنا كده عرفنا انها عليها موتور تربو، بس انا ما فهمتش برضه هي فيها ايه، ما تربو وبعدين لو انت شكلك ستوك يعني. بصوا كده يا جماعه شكل العربيه، هي فعلا ستوك، العربيه ما فيهاش اي حاجه بجد، اللي ضايقك ان ما فيهاش اي حاجه، بس تيجي تجري جنبه يعني ما ربنا ما يوريك. تعالى كده نرجع تاني وش العربيه، علشان هو ده اللي خلاني اقف النهارده قدامكم واصور العربيه دي، ده هو ده اللي خلاني اقف قدامكم واصور العربيه دي. فانا لحد دلوقتي انا ركبت العربيه دي مع صاحبها، وشفت جريت العربيه دي وشفتها من بره وجريت معاه من بره، حاجه ما شاء الله عليها. وانتم مش هتقتنعوا كمان بانها ما شاء الله ما شاء الله طالعه الباور ده كله والبوست ده كله، وشكلها من بره ما يبانش عليه خالص. فمش عايز احرق عليكم كتير، تعالوا اما نتفرج على العربيه دي معمول فيها ايه، واقول لكم الماتور اللي في العربيه دي ماتور ايه ومعمول فيه ايه، ونحط الايثانول اللي معانا النهارده ونشوف شكل العربيه هيبقى عامل ازاي من بعد جو ايثانول. يلا بينا. قبل ما اكلمكم عن الموتور وعن شكل العربيه، مش عايزين ننسى ضوء ايثانول، وهو من احسن وانضف خامات الايثانول اللي انت ممكن تجربها في عربيتك، واحنا هنشوف الكلام ده معاكم في العربيه دي. تعالوا كده اما اديكم نبذه بسيطه، البارت ده يبقى صغير قوي، لان العربيه فعلا مش معمول فيها حاجه من بره، هشوقكم مش هفرجكم على الموتور دلوقتي. العربيه زي ما انتم شايفين لونها كحلي، لون لايق بصراحه مع العربيه، كولر طبعا، وهي مصدر الشكوك كلها في العربيه دي، وهي حرفيا اللي خلتنا نصور العربيه دي. شكلها باين قوي قوي في وش العربيه كده، تحسسك ان فعلا في جريمه بتحصل، في حاجه غلط، العربيه دي مش طبيعيه. الجنط العربيه دي جنط مقاس 18، وعايز اقول لكم ما شاء الله ما شاء الله العربيه دي بتفرق لحد الثالث تقريبا نفس الجنط ده، وجنط 18 ما شاء الله. الفرامل قدام بتاعت الاودي التي تي، والجنط ده زي ما قلت لكم جنط مقاس 18، وستيل العربيه لسه بتفرق. بس فتعالوا كده افرجكم على باقي شكل العربيه. العربيه دي يا جماعه موديل 97، اسمها اودي A3، عربيه هاتشباك كوبيه. فرامل الورا بتاعت العربيه الستوك عادي. تعالوا كده افرجكم على ظهر العربيه. على فكره بقى عايز اقول لكم على حاجه، العربيه دي بتعديل او من غير تعديل ما شاء الله ما شاء الله شكلها ستوك قوي، وعربيه يعني فيها قابليه انها تتعدل العربيه ستانس بشكل كبير جدا، بس صاحب العربيه طبعا ما مش في دماغه الكلام ده، ولكن عايز احط مكنه وطين ما شاء الله. تعالوا ما نتفرج. في بقى حاجه انا عايز افرجكم عليها، شايفين دي؟ شايفين دي 1600 تربو، مفيش الكلام ده بس عشان لو حد بيتفرج دماغه جابته ان دي 1600 تربو، والله ما في الكلام ده يعني. هي كمين قوي، فاهم قصدي؟ هو حاططلك ان 1600، انا بيتهيألي انت ممكن تشيل تربو دي هتبقى احلى يعني. 1600 ان ايه؟ هو حاطط 1600 تربو، وهي ولا 1600، هي تربو بس مش 1600 يعني. ده شكل العربيه من ورا، فيها السبويلر ده سبويلر دوك. العلبه بتاعت الشكمان زي ما انتم شايفين، العلبه دي مصفى بتاعت العربيه الجولف 5 الجي تي اي. صاحب العربيه برده مش عايز يعمل ازعاج لنفسه ولا يعرف اللي حواليه ان العربيه دي فيها حاجه، فهو هنا حاطط ديل ستوك عادي جدا، ما طلعش اي صوت يعني. الصوت اللي بيطلع صوت الموتور البيور قوي، صوت التوربينه وهي بتفتح وبتقفل، وصوت البلو اوف، صوت العربيه ما شاء الله بيور جدا 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 يعني، حاجه كده تبسطك ما شاء الله. بس انا بتهيألي انا شوقتكم بما فيه الكفايه، انتوا عايزين طبعا تعرفوا القلب النابض اللي محرك الوحش ده ما شاء الله. تعالوا نتفرجوا على العربيه تاني، اتفرجوا على العربيه شويه يا جماعه، لسه ما شبعتوش انتوا منها برضه. تعالوا نفتح الكابوت، اللحظه المنتظره والناس هتموت وتعرف العربيه دي عليها موتور ايه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين؟ افتح. نسكت شويه ولا نتكلم دلوقتي؟ ما
طيب خلينا اقول لكم العربيه دي بتنزل بموتور ايه الاول. العربيه دي بتنزل ستوك بموتور 1600 سي، موتور كده كوكو خالص، موتور 4 غيار اوتوماتيك. طبعا صاحب العربيه اخد العربيه قال لك ايه يا عم الكلام ده، العربيه ما تمشيش، فهو حط الموتور بتاع الاودي التي تي. اكيد كلنا عارفين العربيه دي موتور. خلينا اكلمكم عن الموتور ده الاول. الموتور ده بينزل بثلاثه كاتيجوري، هم كلهم 1800، 150 حصان و180 حصان و225 حصان. ده ما شاء الله ال225 حصان بالتوربينه الكي او 4 الشهيره عند رجاله الجولفات والابيزا والاودي. طيب الموتور ده ستوك زي ما قلت لكم طلع 225 حصان. الموتور ده بينزل مانيوال 5 غيار. صاحب العربيه برده قال لك ايه، لا العربيه برده لسه فيها كده حاجه ناقصه، فهو حط الفتيس الدي اس جي. طبعا دي حاجه غريبه على كل اللي بيسمعوها ان الموتور ده يتحط له فتيس اوتوماتيك دي اس جي. هو طبعا عاني وتعب كتير جدا وغير حساسات كتير الاي بي اس، وكانت قصه كبيره يعني علشان يعرف يحط الفتيس ده، بس الحمد لله البروجكت نجح والعربيه دارت ومشيت اوريدي بالفتيس ده. التعديلات بقى اللي معموله في العربيه دي شويه حاجات بسيطه كده ما شاء الله مطلعها قرب 300 وشويه حصان، يعني لا حاجات كده لا تذكر يعني. خلينا بقول لكم عليها التوربينه بتاعت العربيه ستوك انترنال ستوك. طب خلينا افهمكم الاول يعني ايه في 5. الموتور ده بينزل على كل سلندر 5 صباب، يعني العربيه كلها يا جماعه فيها 20 صباب. خلينا بقى نعرف التعديلات اللي معموله في العربيه دي، شويه حاجات بسيطه مش كتير قوي، بس طبعا مطلعه العربيه رقم محترم يعني ما نقدرش طبعا نستهون بيه. زي ما قلت لكم العربيه دي 225 حصان ستوك. صاحب العربيه حاطط هنا البلو اوف بتاع العربيه جاي من بره، وفيها فلتر سبور كي اند ان، والعربيه دي طبعا تيوند متونه. العربيه دي يا جماعه تقريبا هي لسه طبعا ما طلعتش داينو، هي طبعا بتسبورت ايثانول. التيون على العربيه ريتش قوي يعني، خلينا مش عايز والله اديكوا رقم وخلاص، بس احنا بنتكلم في حوالي 300 باللي معمول في العربيه، مش عايزين برده ايه نعلى قوي ولا همك قوي، بس اه في حدود 300 بس. هي دي كده العربيه باختصار شديد. تعالوا بقى اما ايه نحط الايثانول ونطلع نشوف العربيه دي بتعمل ايه على الطريق، مع ان الدنيا زحمه النهارده شويه، بس يعني نحاول ندوس كام دوسه بسيطه. عارفين ان احنا يعني انا من العربيات اللي بصراحه، يلا بينا. احنا دلوقتي هنحط الايثانول في العربيه، الفقره المعديه بتاعت كل مره، الفقره المعديه بتاعت كل مره لازم تتعان، واحنا بنفتح الحته دي ده للسيفتي بس يا جماعه والله. طيب احنا دلوقتي هنجرب العربيه الاودي بعد ما حطينا الايثانول، بس هندوس فيها دوسه خفيفه، انا اول مره اسوقها في حياتي حاليا. فايتنا كتير يا جماعة ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. بس الفرامل فيها مشكلة بسيطة، مش مشكلة هي، بس يعني ما تنفعش مع العربية دي الحقيقة. احنا هندوس كمان دوسة. ما شاء الله يا رب، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كده تلعب العربية كده، تلعب صاحب العربية قاعد جنبي، بس هو مش حابب يطلع معانا، نفسه بصراحة يطلع، بس أنا مبسوط بصراحة. كده من جوه باين اكتر يعني، من جوه قصدي يا ربي، مش باين من بره بقى بجد، تحس انت مش عارف يعني. انا عايز اصور لكم من بره والله، في مره سشت. بص بص ركز في دي، لا ثواني سمعتوها؟ مش مانيوال. انا دلوقتي فهمت ليه هو حاطط الدي اس جي، بس الدي اس جي 6 كمان هو متدون، فالفكره ان هو عشان يفضل ماسك بوست. لا لا لا
اه احنا دلوقتي هجيب لكم انا والطريق، فعايزين نجيب كده الطريق سنه. لسه مخلصها بس الاول. خلاص خلصها وقتها. بجد الباور في حته تاني واداء في حته ثالثه، فاهم قصدي؟ ويعني بقى حاجه كده نفس الحر ده صعب. اثباتي 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 اثبات الله يسترك. ان شاء الله. طب يا جماعه اتمنى تكونوا انبسطتوا معانا. حلو قوي كده ان احنا بنجري الصبح وحاطين ايثانول وقصه كبيره يعني. فكده كتر خير الدنيا قوي ونعدي الموضوع جميل عشان نروح بسلام. صاحب العربيه ما يفهمنيش على الاسم. فايه الموضوع حلو قوي كده ده رادار. طيب انا هتكلم على الله. السلام عليكم.